Last Exit هو مشروع يجسد فكرة نقلت من تكساس إلى دبي، فكرة مستوحاة من المطاعم الأمريكية المتواجدة على الطرقات. هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة والعالم يحتوي على أكثر من 10 مطاعم ومقاهي موزعة على سيارات وهنجارات، ويقع على طرف طريق الشيخ زايد التي تربط أبوظبي بدبي، والتي يمر بها ما معدله 10,000 سيارة في الساعة. أنا أتوقع 24 ساعة فكرة ناجحة، لأن هذا خط مسافرين، الخط هذا سريع وفي حركة، فراح يخدم الناس كثير. يعني راح يخدم، نحن نجي دبي دائما باستمرار، المطاعم في الخطوط الخارجية قليلة. المشروع الجديد الذي تم افتتاحه قبل بضعة أيام فقط لاقى إقبالا كبيرا وغير متوقع، فعلى سبيل المثال تم بيع أكثر من 800 برجر خلال يوم واحد فقط، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ميزات نادرة الوجود في أماكن أخرى. والله الشيء رائع وممتاز صراحة، عجبني أنا الديكوريشن والديزاينات، والحلو في الموضوع هذا كله أنه 24/7. والله فكرة جديدة، يعني أنك تحط شارات السيارات هنا توقفهم والناس التي تطلب في السيارة، فكرة حلوة يعني. Last Exit الذي يعتبر حلقة من سلسلة مشاريع شركة ميراس سيحتوي في المستقبل القريب على عدة مرافق، كأماكن لعب للأطفال وغرف للصلاة وماكينات لسحب الأموال وغيرها من الخدمات الأخرى.